مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وأرحب بكم عبر هذا اللقاء الخاص للوقوف والقراءة في خطاب السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. أرحب بضيفي داخل الأستوديو، الأستاذ فريد إدريس كيلانا المهتم بالشأن السياسي، وأيضا يمتد ترحيبي بالأستاذة سامية الهاشمي المحامية والناشطة الحقوقية. للوقوف عند هذه النقاط التي تحدث فيها السيد رئيس الوزراء وما حواه هذا الخطاب الذي ألقاه مساء اليوم، ويعني كل الشعب السوداني يتأهب للاحتفال بهذه المناسبة 30 من يونيو، وأيضا ما يقوم به يعني الثوار وتقوم به لجان المقاومة. إذن هي قراءة في خطاب السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ولكن بعد أن نتابع فحوى هذا الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. شعبنا الصامت الصابر المنتصر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم باسم ثورة ديسمبر المجيدة وباسم شهدائنا الأبرار وتضحيات الجرحى والمفقودين وبثالة الثوار الأبطال في شوارع المدن والقرى. أقف أمامكم اليوم لأخاطبكم في ذكرى 30 من يونيو، هذه الذكرى التي حولتها جسارة وبسالة السائرات والثوار من أبناء شعبنا الأبطال، من ذكرى يوم بدأت فيه حقبة كالحة من المظالم والفساد والطغيان والاستبداد، استمرت لثلاثين عاما وأورست بلادنا خرابا ودمارا وديونا وبحارا من الدماء. تحولت ليوم حاسم مجيد كتب فيه الثوار بمداد من نور: إن كلمة الشعب لا غالب لها، وإن سلطة الشعب تعلو ولا يعلى عليها، وإن الشوارع لا تخون، والمدنية خيار الشعب. لقد كانت الجموع التي اندفعت لتملأ الشوارع في 30 يونيو 2019 هي صاحبة الكلمة الحاسمة التي عادت رفع راية حرية سلام وعدالة عالية وخفاقة لإنصاع الجميع احتراما وإجلالا لصوت الشعب الجسور باتجاه التوافق على معادلة سياسية فتحت الباب لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في بلادنا الحبيبة. هذه الجماهير التي انتظمت في لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وكل القوى الوطنية الحية هي التي صنعت التغيير الحقيقي في السودان. إن كلمة الجماهير وقراراتها لا راد لها. ولقد التقيت في الأيام الماضية بطيف واسع من القوى السياسية ولجان المقاومة والقوى المجتمعية، واستلمت وقرأت بعقل مفتوح وخاطر أكثر انفتاحا مذكرات لجان المقاومة وأسر الشهداء عن تعديل المسار. وأنا أؤكد أن كل المطالب التي وردت في هذه المذكرات هي مطالب مشروعة واستحقاقات لازمة لا مناص عنها من أجل وضع قاطرة الثورة في مسارها الصحيح. وستعمل حكومة الفترة الانتقالية على تنفيذها بالشكل الأمثل خلال الأسبوعين القادمين، متوخين في ذلك التوصل إلى أعلى درجات التوافق والرضا الشعبي. شعبنا الباسل، إنه مما لا يخفى عليكم إن التوازن الذي تقوم عليه المرحلة الانتقالية التي تحاول حكومة الثورة إدارتها هو توازن حساس وحرج، وإنه يمر بين كل حين وآخر بكثير من الصعاب والهزات التي تهدد استقراره وتتربص به قوى كثيرة داخل وخارج البلاد تحاول إعادة مسيرتنا إلى الوراء. ولكن ما أؤكده وأعد به بأننا قد نتعثر، ولكننا لن نعود أبدا إلى الوراء. إنني أعيد التأكيد على التزامات الحكومة المبدئية بتحقيق العدالة والقصاص الذي يضمن عدم تكرار الجرائم التي تم ارتكابها خلال 30 عاما الماضية في حق أبناء شعبنا، ومحاربة سياسات الإفقار المنظم التي عانى منها شعبنا خلال العقود الثلاث الماضية لصالح سياسات اقتصادية متوازنة تضمن التنمية وعدالة توزيع الموارد وتوفير الخدمات الأساسية للجميع وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في السودان والسعي لإسكات
صوت الرصاص وجدل البندقية في الساحة السياسية السودانية إلى الأبد، وضمان سيادة حكم القانون والعدالة في ربوع البلاد بشكل جذري لا مساومة ولا تهاون فيه. إنني أناشدكم وأنتم تمارسون غدا حقكم الأصيل الذي انتزعه شعبنا في ثورة ديسمبر المجيدة بالتعبير السلمي عن الرأي والمطالب، بتوخي أقصى درجات الحرص واتباع الإرشادات والموجهات الصحية التي تساهم في الوقاية من زيادة انتشار وباء الكورونا، حماية لشعبنا وأنفسنا من مخاطر الانفجار الوبائي وكل ثغة في يغز الثوار، وتمسكهم بسلاح السلمية الذي انتصرت به الثورة في مواجهة القوى الظلامية. الشعب السوداني العظيم ستتوالى على مسامعكم في الأيام المقبلة عدد من القرارات الحاسمة في مسار الفترة الانتقالية، وقد يكون لبعضها أثر كبير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وستحاول بعض الجهات استغلالها لتأجيج وصناعة حالة من عدم الاستقرار. إنني أدعوكم جميعا لتوخي أقصى درجات اليقظة والحذر. إننا سنعبر وسننتصر بوحدتنا وبتمسكنا بأهداف ثورتنا المجيدة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. حفظ الله السودان وشعب السودان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد متابعينا عبر هذا اللقاء الخاص. تابعنا سويا خطاب رئيس الجمهورية الدكتور عبد الله حمدوك لي خطاب رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك للأمة السودانية عشية ذكرى 30 يونيو. أرحب من جديد بضيفي الأستاذ فريد إدريس كلانا المهتم بالشأن السياسي. مرحبا بك أستاذ فريد. أهلا وسهلا. مرحبا أيضا. أرحب بالأستاذة سامية الهاشمي المحامية والناشطة الحقوقية. مرحبا بك أستاذ سامية. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ فريد، كيف تقرأ خطاب رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك؟ في البداية يعني أحيي ذكرى 30 يونيو، وأنا بفتكر إنه هي كانت يعني ذكرى ليوم تاريخي ومفصلي في تاريخ الشعب السوداني وفي تاريخ الثورة السودانية المجيدة، وكان رد حاسم لكل قوى الظلام اللي افتكرت إنه هي غضت على الثورة وكسرت إرادتها. فاستطاع الشعب السوداني بمختلف فئاته في غراه وفي ربوعه وفي مدنه بالرد الحاسم في خلال 30 يونيو 2019 وثورتنا، ونتيجة لهذا اليوم نحن الآن هنا ونستمع إلى خطاب السيد رئيس الوزراء. وبرضو يعني أنا أقول إنه هي برضو محمدة كون أن السيد رئيس الوزراء يخاطبنا في هذا اليوم التاريخي. مرات كثيرة كنا بنتساءل لماذا لا يخرج السيد الرئيس ويخاطبنا، لكن أنا أفتكر إنه ده برضو من شيء إيجابي كبير. الخطاب شامل، شمل يعني بدون تفاصيل، شمل كل الأهداف من أجلها غابت الثورة السودانية، وأيضا برضو الحديث عن التوافق. نفتكر إنه دي حاجة مهمة ذكرها السيد الرئيس. توافق بين من ومن؟ التوافق بين كل قوى الثورة السودانية، ده اللي بفهمه أنا يعني بفهمه أنا. كل قوى الثورة السودانية، وأيضا يعني تحيته الخاصة لأسر الشهداء والمفقودين وللجان المقاومة، واللي هنا بنعتبرهم هي أكثر القوى حيوية داخل قوى الثورة السودانية. نعم. أستاذة سامية الهاشمي، بصفتك محامية وناشطة حقوقية كما تابعت خطاب السيد رئيس الوزراء، أشار إلى يعني مبدأ إحقاق الحق و يعني إنزال العدالة إلى أرض الواقع وعدم الإفلات من العقاب، وكثير من يعني حديث في هذا الشأن. بصفتك ناشطة حقوقية، يعني ما التحدي الذي ينتظر حكومة الفترة الانتقالية تحديدا في هذا الملف في جانب العدالة؟ شكرا جزيلا. لا يمكن أن أفترع الحديث قبل أن أحيي الشهداء، أحيي المفقودين، وأتمنى لهم يعني عودة آمنة
ويعني عبقرية الشعب السوداني أحال ذكرى 30 من يونيو احتفال الإنقاذ بعيدها الممجود كل عام، أحاله إلى تاريخ مختلف للشعب السوداني. هذا الاختلاف اختلاف جذري، الشعب قال كلمته والشعب الآن يقول كلمته، والشعب هو سيد الموقف. يعني 30 من يونيو 2019 يعني الثورة أوشكت أن تسرق وأن يعتليها آخرين، رغم إنها قامت يعني ثورة مدنية قام بها الشعب السوداني يعني بكامل أطيافه. عبقرية الشعب السوداني هذه يعني ظلت منذ ذلك التاريخ وحتى الآن هي الحارس الأمين لشعار الثورة حرية سلام وعدالة. الوثيقة الدستورية في مهام الفترة الانتقالية 16 مهمة، 10 منهم مهام قانونية. يبدو أنه أكثر من ثلثين المهام بتاعت الفترة الانتقالية تصب في اتجاه العدالة. طيب العدالة عندها يعني أفرع مختلفة، لأنه الفظايع اللي ارتكبت خلال الثلاثين عام كانت يعني فظايع يعني ممنهجة تجاه مناطق في السودان معروفة، وتجاه أفراد يعني اغتيال أشخاص واختفائهم وقتل قرى وحرقها. يعني لا يمكن أن تمر هذه الأحداث يعني مرور الكرام، ولا يمكن أن يعني نكرر عبارة عفى الله عما سلف. يعني نحن نفترع حقبة تاريخية للسودان جديدة. بنتكلم عن سيادة حكم القانون. ماذا تعني سيادة حكم القانون؟ تعني أن يعاقب أي شخص، أي شخص أن تطال العدالة، يعني العدالة يجب أن تطال أي شخص هو يعني تطاول عليها، بمعنى ارتكب فظائع، يعني أفقر الناس، مارس فساد إداري، فساد مالي، فساد سياسي. العدالة تقتضي يعني أول حاجة المؤسسات الموجودة، هل هي الآن يعني قصدي من منذ قيام الثورة هي قادرة على محاكمة المجرمين، يعني الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في عدد من الجرائم؟ طيب أستاذ، في تقديرك هل هي قادرة على محاكمة هؤلاء المجرمين؟ لا يمكن الإجابة بالنفي أو بالإيجاب، يعني في كلمة، يعني يحتاج الأمر لشرح. نعم. النظام السابق يعني استخدم هذه الأجهزة كمطايا لتحقيق يعني مآربهم، يعني مثلا من هم على سدة وعلى رأس هذه الأجهزة سواء كان القضاء ولا وزارة العدل أو النائب العام هم أشخاص يعني منظمين ومسيسين، ويمكن يعني التصريحات اللي سمعناها او واحنا نعلمها بحكم الممارسه والوجود في الفضاء يعني القانوني انه اشخاص منتمين الى اجهزه الامن. نعم استاذه، تم تعيين يعني رئيس للقضاء جديد من في فتره الحكومه الانتقاليه، وايضا تعيين نائب عام جديد. هذا يعني في تقديرك ألا يكفي لي لإحقاق الحق و يعني لا يكفي تمثيل هذه العدالة؟ لا يكفي، لأنهم هم لا يعملوا في فراغ، هم يعملوا بموجب قوانين موجودة. هل القوانين الموجودة دي هي تمكنهم فعلا من إحقاق الحق؟ يعني أنا بعتقد أنه لازم يكون في تركيز يعني قوي جدا، التركيز يعني من حيث النوعية، يعني نوعية الشغل نفسه والزمن، في انه يحدث اصلاح قانوني عاجل يمكن الاجهزه العدليه دي من انها هي تحق الحق. وشيء ثاني انه يعني الاجهزه نفسها هي تحتاج لتنقيه، لا يمكن ان يكون يعني يكون هم نفس الناس اللي كانوا هم سدنا للنظام السابق ويكونوا هم اللي بيمارسوا اللي بيحققوا العداله، لا يمكن. يعني فاقد الشيء لا يعطيه ابدا. نعم. طيب سأعود إلى هذه النقطة أستاذ سامي الهاشمي، ولكن يعني دعني أتساءل أستاذ فريد إدريس كلان المهتم بالشأن السياسي. رئيس الوزراء تحدث عن يعني حوارات كثيرة
ولقاءات أجراها مع قوى سياسية من أطياف الشعب السوداني المختلف. كيف يمكن يعني أن يؤثر هذا يعني الأمر وهذه اللقاءات على مستقبل يعني الفترة الانتقالية ومسار الحركة السياسية؟ هو من الجيد إنه بتكون في مشاورات واسعة ولقاءات واسعة، وهو ده وده أنا أفتكر إنه ده هو ده محور الديمقراطية، في إنه عدم الانفراد بالقرار ومشاركة كل القوى السياسية الساهمت وغامت بالثورة في إنها تكون جزء من اتخاذ القرار، وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير اللي هي بتضم كل المكونات السياسية اللي لعبت دور كبير وضخم في دحر وهزيمة النظام السابق. والمشاورة أيضا بتدي اعتراف بأنه هناك قضايا ما زالت يعني تراوح مكانها وتحتاج لقرارات وقرارات عاجلة وحاسمة، وده بيخلي انه ما انا لو دار اتخذ قرار برجع للقاعده بتاعتي او للحاضنه السياسيه بتاعتي وبتعزز بها. فانا افتكر انه ده المشاورات دي هي ثابته، يعني حتعزز موقف السلطه وبتعزز القرارات اللي حتصدر، وبتدي انه القوى الثوره هي جزء من القرارات دي، هي وليست قرارات السلطه فقط. أستاذ سامي الهاشمي، في مجال الإصلاح القانوني الذي تحدثت عنه في معرض إجابتك عن السؤال الفائت، إذن ما المطلوب لعملية الإصلاح القانوني؟ يعني الآن الدولة تعمل جاهدة في سبيل أنها تصلح وفي سبيل أنها أيضا تحقق العدالة، ما هي الخطوات العملية التي يجب اتباعها وينبغي أن تقوم بها الجهات العدلية حتى تكون يعني بشكل واضح وبشكل عملي قد قامت بعمليات إصلاح قانوني يعني تفضي إلى يعني عدالة حقيقية؟ أنا يعني قبل ما أجيب على هذا السؤال عايزة أتكلم عن بصفة يعني بسيطة عن يعني مؤشرات لقاء رئيس الوزراء بمكونات الثورة، يعني من لجان المقاومة ومن كافة يعني الفاعلين وكذا. أيوة، هو يعني فعلا هو شيء مطلوب، لكن أنا بعتقد غياب المجلس التشريعي هو يعني أدى لخلق فراغ، يعني ما هم المجلس التشريعي ده كان يفترض يكون موجود خلال 90 يوم من توقيع الوثيقة الدستورية، ويمكن هو كان واحدة من متطلبات المباحثات في جوبا أو الحوار نحو السلام في جوبا إنه لا يتم تعيين المجلس التشريعي. أنا بعتقد يعني المسألة دي التداعيات حقتها كانت سلبية جدا، لأنه السلطة التنفيذية يعني من يراقب السلطة التنفيذية؟ المجلس التشريعي مهامه اثنين: صنع التشريعات ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي. الاثنين غيابهم أدى للكلام اللي ممكن نصل به للإصلاح التشريعي المطلوب في موضوع العدالة. يعني لو كان البرلمان موجود كانت الحركة بتاع انتظام تعديل التشريعات وصياغة القوانين المطلوبة في الفترة الانتقالية كانت حتتم بصورة أسرع وبصفة يعني ذات فعالية أكثر. فغياب المجلس التشريعي أنا بعتقد يعني رغم أنه هو يعني من متطلبات السلام، يعني أو دي يعني حركة الكفاح المسلح هي وضعته كشرط، لكن أنا ما أعتقد أنهم ممكن يوفقوا في الحتة دي، لأنه أصلا يعني العدد الـ 210 عضو اللي كانت حيتم تعيينهم بواسطة الحكومة الانتقالية، يعني ما هم حيتم تعيينهم وحيكون في كوتا محددة لحركات الكفاح المسلح، هم حيسموا الأشخاص اللي حيكونوا في البرلمان. يعني ما في كل الأحوال يعني الكوتا بتاعتهم هي محفوظة، فما كان في جدوى لتعطيل، لأنها عطلت لنا أشياء كثيرة مهمة اللي هي منها الإصلاح التشريعي اللي بنتكلم عنه. أعود لسؤالك في أنه ما هو المطلوب تحديدا؟ في يعني أكثر من
يعني نحن مفروض كنا نسير فيه عشان الإصلاح التشريعي يتم. أول حاجة يكون يعني تفكيك يعني إصدار قانون تفكيك المنظومة العدلية وإصلاح المنظومة العدلية، بحيث إنه يعني تنقى القضائية والنائب العام ووزارة العدل من كل الشخوص اللي هم كانوا سدنا للنظام، وكان وجودهم يعني وجود سياسي أكثر من إنه هو وجود مهني. الحاجة الثانية محتاجين يعني هل القوانين دي ممكن هي يعني تنفذ لنا العدالة بالسرعة المطلوبة؟ يعني الـ الأشخاص اللي هم موجودين في الأماكن دي يعني بعد تنقية الأجهزة دي من الأشخاص اللي احنا يعني بنعتقد انهم هم معيقين للعملية العدلية نفسها، الموجودين هل هم يعني من بالفعالية اللازمة اللي ممكن يعني يؤدوا يعني في أرتال من البلاغات الموجودة الآن هي غيد النظر يعني يعني لسه الناس شغالين تحقيقات فيها. احنا محتاجين نستوعب أعداد من القانونيين للأجهزة دي عشان يسدوا النقص الموجود ويسرعوا بالعملية العدلية، يعني انه ترفع القضايا ترفع البلاغات من النائب العام الى القضية للمحاكمة. نعم. وزارة العدل نفسها عندها قائمة بالتشريعات المطلوبة اللي يفترض يحصل فيها تعديل، يعني في قوانين لا تحتمل يعني الانتظار أكثر مما احتمل الناس، ويفترض إنها هي يعني تصدر يعني تصدر يعني الطريقة والبروسيس اللي بيصدر بها القرار القانون قصدي، يعني مجلس الوزراء يجيزه في اجتماع مشترك يعني بدلا عن وجود المجلس التشريعي، اجتماع مشترك ما بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء. فالعملية دي دائرة يعني متابعة لصيغة وعايزة يعني تفرغ يعني أشخاص يكونوا هما مفرغين للإصلاح التشريعي دي. نعم. أستاذ فريد إدريس كلان المهتم بالشأن السياسي، يعني على ذكر عملية السلام التي يعني ينخرط فيها الجميع في جوبا يعني في عاصمة دولة جنوب السودان، الآن الكل يتحدث عن سلام حقيقي، ويعني هذا السلام يتحدث ويعالج أو يتناول جذور الأزمة السودانية. هناك تعثرات في عملية السلام، جولات تفاوض يعني تنعقد ولا تصل لنتيجة. كيف تقرأ مستقبل عملية السلام؟ يعني هل الطريقة المتبعة الآن يمكن أن تؤدي بنا إلى هذه النقطة المحورية بالوصول إلى سلام حقيقي في السودان؟ جميل. أنا أفتكر أنه هو السلام هو واحدة من المطالب الأساسية للثورة السودانية المجيدة، ده هو السلام. وأنا حكون صريح جدا، المسار اللي اتجهت فيه عملية السلام منذ توقيع الوثيقة أنا أفتكر أنه هو هذا المسار لن يفضي إلى سلام دائم وشامل كما ذكره السيد رئيس الجمهوري. لماذا؟ رئيس الوزراء. يعني أنا بحكم بوضوح، الوثيقة ما تكلمت عن مجلس أعلى للسلام، وثيقة ما تكلمت عن حسي ده أنا أفتكر إنه ده ذاته المجلس الأعلى للسلام ده ما بالنسبة لي ما دستوري. لكن القضية الأساسية عندما تتحدث عن سلام أنت بتتحدث عن كما قلت مخاطبة جذور المشكلة، واللي هي جذور المشكلة إحنا بنتكلم عن تنمية غير متوازنة، بنتكلم عن ظلامات تاريخية وتهميش، وبرضو لو ذات تتكلم عن سلام عادل لابد أن تشرك أصحاب المصلحة. تكلم أصحاب المصلحة أسي لو تحدثنا عن دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وحتى في الشرق، المواطنين الموجودين في المناطق دي هم أصحاب المصلحة الحقيقية. ولكن لهم من يمثلهم. إحنا بنتكلم عن نازحين وللأسف جوا بلدك وتكون نازح، نتكلم عن قريب 2 مليون. بالدارفور فيها أكثر من 100 معسكر بتاع نازحين، هم ديل أصحاب المصلحة الحقيقية، ويجي بشراكهم ويجي بصوتهم يكون مسموع.
كيف؟ ما هي الآليات التي يمكن أن نشركهم بها؟ الآليات كثيرة. أنت ممكن تعمل مشورة اجتماعية، يعني تمشي تخاطب، يعني بدل ما تكون هي كلها موجودة في الغرف المغلقة، تمشي مباشرة للمعسكرات وتعمل مشاورات. المعسكرات دي فيها زعماء قبائل، فيها الناس المؤثرين غيره. يعني هي، أنا بقول الكلام ده هو ليس حكرا على رفاقنا في كحامي، يعني في الكفاح المسلح. هم محتاجين إنه الجماهير العانت يتسمع صوته بشكل كبير. الحاجة الثانية برضو، السلام محتاج لإرادة ومحتاج لشجاعة. بتتكلم عن سلام، بتتكلم عن ترتيبات أمنية، وده أهم نقطة برضو في السلام، الترتيبات الأمنية. الترتيبات الأمنية لازم تخاطب وضع القوى الحاملة السلاح، سواء أصحاب الكفاح المسلح أو القوى النظامية العاملة الآن. وواحدة حسي من مطالب الثورة في أنه مفروض تعاد هيكلة القوات النظامية من شرطة وقوات مسلحة وأمن، محتاجين لإعادة هيكلتها، ولا بد أنها هي تكون قومية تمثل كل قطاعات الشعب السوداني وكل اتجاهاته. لكن هناك من يرى بأنها قومية، يعني هذه الأجهزة. أنا بفتكر ماذا تعني بقومية هذه الأجهزة؟ قوميتها إنه أول يعني قبل قومية، أول حاجة إنها تكون مبنية على أساس احترافي. أنت بتتكلم عن قوة نظامية، هي قوة محترفة، قوة هي تدافع عن البلد ولا تدافع عن النظام. نعم. كويس. ده بقوله. بعد ذاك قومية إن هي تمثل كل، يعني أقول قومية إنه أنا من عائلة هيئة الأركان القابلة، بتمثل كل رواة الشعب، كل جهات بتاعت السودان. أي. فدي دي 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 مهمة. والمهمة الثانية الاحترافية، ويتم تدريبها. يعني الشرطة تبقى هي شرطة بتحمل السلاح، لكن هي شرطة مدنية. فبنحتاج إنه قانون الشرطة بيتغير، قانون الأمن يتغير. ده لو دار تتكلم عن سلام حقيقي، ودي أنت بتمشي في الاتجاه بشكل مباشر. عدا ذلك بيبقى، أنا بفتكر إنه الكلام عن مسارات وما. طيب أستاذ فريد، في تقديرك يعني ما هي فرص نجاح هذه الفردية التي تتحدث عنها أنت الآن؟ والله الفرص كبيرة. الفرص كبيرة في 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 إنه أنت فرص تحقيق السلام كبيرة. حسي هو لو جينا بشكل عام، حسي في سلام، يعني السلام بمعنى إنه ما في حرب. من الثورة دي نجحت، الآن ما في مواجهات قاعد تتم بين أي فصيل سوداني، سواء كان في القوات المسلحة أو في 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 حركات الكفاح المسلحة. هو السلام بيبقى بعد ذاك إنه كيف نبقيه، هو بناء السلام، وكيف إنه يبقى سلام شامل ودائم. واللي هو ده بتبدا انه انت سيد رئيس الوزراء يتكلم عن سياسات اقتصاديه وتنميه متوازنه وتوزيع الموارد، وهي ده الاساس اللي بيخلي انه ما دي مظالم. انا ما في زول بمزاجه كده بقوم بس راقد كده يقوم يشيل سلاحه ويمشي يجي يحاول يعني يطلع على 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 السلطه. لكن في 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 مظالم، في مظالم اقتصاديه، في مظالم، في مظالم سياسيه، في مظالم اجتماعيه. ولو ما وصلنا لانه الشعب السوداني ده، كل اي فرد من الشعب السوداني هو يحس انه الدوله السودانيه دي بتمثله، ما حيكون في سلام. نعم. طيب أستاذة سامية الهاشمي، المحامية والناشطة الحقوقية، أكثر من عام على سقوط نظام البشير، وحتى الآن لم يقدم أي رمز من رموز هذا النظام، يعني عدا الرئيس في قضايا يعني وصفها المراقبون بأنها قضايا ضعيفة، يعني حيازة أموال أو نقد أجنبي أو ما شابه. يعني هل, 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 هل هناك تأثير لعدم الاستعجال في المحاكمة الآن؟ طيب، يعني مؤكد حاجيب على هذا السؤال، يعني بحكم التخصص، لكن لابد أن نتحدث عن السلام. يعني دي قضية محورية وقضية يعني تحتاج منا يعني أن ندلو بدلونا. يمكن قد لا أتفق يعني مع أستاذ فريد فيما ذهب له، إنه يعني ما يحدث الآن لن يؤدي إلى سلام. يعني أنا بعتقد إنه لحد كبير، يمكن أنا مراقبة وعندي
يعني تداخلات يعني مع يعني مع قطاعات كثير هي مشاركة في، أنا ما بسميها مفاوضات في يوبا، هي عبارة عن محاورات، لأنه الناس متفقين على الهدف النهائي اللي هو السلام. يعني ما في حالة زي قبل الثورة إنه الناس كانوا في حالة حرب وقاعدين في طرفين متقابلين في الطاولة، لا، هم في نفس المكان وبتلمسوا في إنه كيف يصلوا لهدف تحقيق السلام. يعني يمكن في مجموعات نسوية كثيرة جدا اشتغلت، وأنا بحييهم من هنا، اشتغلت حاجة اسمها يعني مشاورات مجتمعية، اللي هو يعني بينزل للمجتمعات في مناطق النزاعات نفسها، في دارفور وفي جبال النوبة والنيل الأزرق، في إنه يعني بيقروا وبيتحاوروا معاهم مفهومهم للسلام شنو. يعني الناس في مناطق النزاعات والناس في يعني الشعب السوداني، يمكن حريه سلام وعداله دي ما جات من فراغ. يعني يمكن يعني قد يقول قائل انه الناس موجودين في الخرطوم ما حاسين بالحرب، الحرب طالت اي شخص بصفه يعني شخصيه او بال 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 يعني بصفه عامه، ويعني عدم استقرار البلد بيأثر في نهضته، في اقتصاده، بيأثر في حياة الناس ككل. يعني حتى السلوك بتاع العنف اللي عند الناس المتزايد ده هو نتيجة لأنه فعلا في احتراب في أماكن متعددة من السودان. في الآن 6 نقاط هي النقاط المفصلية والنقاط يعني الآن حولها النقاش، ويمكن الزيارة بتاعت الجبهة الثورية للخرطوم كانت بغرض يعني دفع عملية السلام في 6 نقاط المختلف عليها، وكلها نقاط هي قابلة للنقاش وقابلة للتفاوض وقابلة للمرونة. يعني ما في شيء يعني أحلام، مثلا أي شخص بيحلم إنه والله يحصل، أي زول بيحلم إنه منطقته وحتى وهذا تكون هي يعني جنة عدن، لكن الممكن شنو؟ التنمية المتوازنة، يعني في معادلات علمية للسلام وللتنمية ول يعني رتق الهوة اللي بتكون حاصلة بسبب النزاعات، كيف الهوة دي يمكن سدها بتدابير اقتصادية وتدابير يعني تفضيلية لتحقيق السلام. الأشياء دي كلها الآن في الترابيزة، وأنا بعتقد إنه نحن يعني كلنا يعني نحس، سواء كان يعني الحكومة ونحس يعني الجبهة الثورية ويعني كل الحركات، حركات الكفاح المسلح، في إنها هي تبدي شيء من المرونة، وإنه يكون هدف الأساسي يعني يتذكروا الأشخاص المواطنين العاديين اللي هم بيأملوا في حياة رغدة، بيأملوا في استقرار، العودة إلى قراهم، العودة لزراعتهم. يعني دي كلها أشياء تكون في بال الناس، يعني ما الناس تفكر في من الفرض شروطه، من هو قدر يعني أملا يعني متطلباته وكذا. يعني دي مسألة. المسألة الثانية، الموضوع الصعب اللي اتكلم عنه أستاذ فريد، اللي هو الترتيبات الأمنية. الترتيبات الأمنية دي هي ليست قصرا ولا حكرا على العسكر. الترتيبات الأمنية it's about الناس، الناس العاديين ديل، هي بشأنهم هم لازم يكونوا جزء من الترتيبات دي. كيف؟ أنا طيب كيف بأنه فعلا ما إحنا نتكلم عن الدي دي آر اللي هي تأهيل وأيوة وأيوة وتأهيل ودمج. طيب دي هل كل الناس الموجودين اللي هم حسها حاملين السلاح وحتى في الجيش المنتظم هم عايزين يستمروا في إنهم هم جنود؟ يعني ما ده خيار، يمكن يعني احنا لازم نقرا المساله دي ونقرا الناس، يعني الشعب السوداني شنو هو. يعني الرؤيه اللي قال عليها استاذ فريد دي رؤيه الناس كلها، انه والله الجيش ده يفترض ما يحمي النظام، يحمي الشعب السوداني، يحمي البلد. المساله دي انا بشوف انها هي يمكن اصلاحها عن طريق يعني ما يعرف باصلاح القطاع الامني. إصلاح القطاع الأمني ده فيه إعادة يعني إعادة النظر في المناهج اللي بتدرس لخلق العقيدة، في إنه التأهيل من الشخص المؤهل عشان يكون هو جندي. هل المسألة دي مفتوحة؟ أي زول بيقدر يشيل يعني عنده قوة جسدية تخليه يحمل سلاح ده بيكون مؤهل إنه يكون في الجيش؟ يعني إذا نحن فكرنا أو نظرنا للموضوع بتاع
إصلاح القطاع الأمني ده بصورة علمية، أنا بعتقد يعني حنقدر يعني نعبر الموضوع بتاع الترتيبات الأمنية اللي هو فعلا الناس بتشوفه هو يعني زي عنق زجاجة والكلام فيه يعني زي الناس ما بيقدروا يقولوه بانفتاح ولا بيقولوه، يعني دايما بيكون في باقي كلام في الحلق الناس ما بيقولوه، لا إحنا بالإصلاح إصلاح القطاع العسكري والأمني ده إحنا بنقدر نعبر الحتة بتاعت الترتيبات الأمنية. أظن عندك باقي سؤال فيما يختص بسؤالي حول طيب في سؤال حول يعني المحاكمات التمت يعني للرئيس المخلوع هل هي كافية؟ يعني أنا بعتقد يعني المحاكمة دي بتاعت السلاح ولا مش السلاح بسموه شنو العملة. أنا 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 يعني سؤالي كان يدور حول يعني حتى الآن لم يقدم أحد للمحاكمة سوى الرئيس البشير في القضية. نعم. تأثير هذا طيب هو أصلا يعني البلاغ ده ما بيمشي المحكمة إلا إذا بقى جاهز من حيث اكتمال التحقيقات حوله. يعني أي نقص في التحقيق هو بيكون يعني أثره سالب في المحاكمة، يعني والمحكمة قد تعيد البلاغ مرة أخرى لاستكمال التحقيق إذا التحقيق ما كان مكتمل. هو ما في يعني الاستعجال يعني يمكن الحركة أو الإيقاع بتاع العدالة في السودان بأمانة يعني بطيء. يمكن الناس العاديين ما كانوا بشوفوا الحاجة دي إلا إذا شخص عنده قضية شخصية بتهمه، لكن لأنه الآن هي كلها تحت النظر والناس يعني متشوقة متطلعة إنه الناس اللي تسببوا في الفظائع طوال 30 سنة دي لازم يكونوا هم في تكون في وراء الغضبان وبيحاكموا فيهم. الآن يعني تنامى إلى مسامعنا إنه البلاغ بتاع الانقلاب بتاع 89 هو بلاغ جاهز، والآن يعني أول ما المحاكم يعني تواصل أو تبتدي تشتغل من جديد هو ده أول بلاغ حيمشي، وحتتابع يعني باقي البلاغات. لكن أنا يعني ما زلت عند قولي إنه نحن فعلا محتاجين نرفد هذه الأجهزة بكفاءات على أساس إنه هم يساعدوا ويسرعوا في عملية إكمال التحقيقات عشان البلاغات دي تمشي وكده. نعم أستاذ فريد إدريس كلان المهتم بالشأن السياسي، يعني رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك يعني يعول كثيرا من خلال خطابه على لجان المقاومة والثوار، برأيك ما هو الدور الذي يمكن يعني أن يلعبوه الثوار ولجان المقاومة في الفترة المقبلة؟ كويس، هو ده سؤال جيد، لكن بس برضو في 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 جزئية هنا تتعلق بالأستاذ سامي الهاشم هي قبيل كنا نتكلم فيها مسألة البطء، وهي قبيل قالت مقولة أنا كنت دائرة تقولها يعني إنه البطء في تحقيق العدالة هو عدم هو ظلم يعني هو ظلم أيوة. يعني فقضايا العدالة بتحتاج لأنها تكون أسرع ومربوطة برضو بهيكلة الأجهزة العدلية. أي كويس، هو سؤال جيد في يتعلق بدور لجان المقاومة، وهي أنا أفتكر إنه هم يعني أحييهم من هنا، أنا بعتبر نفسي إنه جزء من لجان المقاومة واللي هي لعبت دور كبير جدا، وهي الدور الأساسي وهي كانت القوة الحية على مستوى الأرض في هزيمة النظام الظلامي والغضين عليه، يعني وهي هسي بتلعب دور في انه هي يعني ما يعني كل مره وبين الفينه والاخرى بتاكد انه يعني جذوه الثوره لا تزال حيه وانها متغده ومشتعله في نفوس الشباب، وهم دائما بيذكروا كل الناس بانه الثوره لا تزال موجوده، اهدافها يجب ان تتحقق، بيلعب دور كبير جدا في وسط مجتمعاتهم، حتى هم في بعض الناس في بعض اللجان بيقولوا انه احنا ما بنلعب دور تقديم خدمات، لكن لعبوا دور. كلنا بنتذكر الازمه بتاعت الرغيف، بنتذكر الازمه بتاعت السكر، هؤلاء الشباب اللي شداه في الناس مشوا في مخازن السكر، هم باتوا هناك يعني يحرسوا نصيبهم فيه، فهم قاعدين يلعبوا دور سياسي، عندهم دور سياسي كبير جدا لاعبينه. وحسي دونك التحضير ل 30 مواكب 30 يونيو اللي هتكون بكره، وعندهم دور اجتماعي كبير جدا لعبوه، والدور الاجتماعي ده هم لعبوا دور كمان في رد غد نسيج
الاجتماعي. أيوه. أيوه. لأنه كان يعني النظام السابق كان بيلعب على إنه على عدد من التوازنات وعلى إنه يقوم يفضل مكون على مكون آخر، لكن المقاومة هي تجاوزوا ده، والشباب هم كلهم حسي يعني نبذوا ده، وده برضو واحدة من الأدوار الكبيرة اللاعبينها، وهم برضو لاعبين دور يعني هو ده أنا أفتكر دور رقابي كبير، ده وده المهم، هو ده الدور الرقابي في كشف الفلول اللي هي في مرات زي شفنا في كوستي، شفنا في القضارف بيحاولوا يتجمعوا هنا، كشفوا كم وكر من الأوكار بتاعت الفلول، حتى تهريب الأدوية، تهريب المواد، ده كله دور رقابي كبير جدا بيلعبوه الشباب. من هنا أنا بحييهم وبقول لهم واصلوا في ده، وطالما أنتم موجودين على الأرض الثورة حية. نعم. يعني زمننا يعني بيمشي على الانتهاء، واللقاء يعني شارف على الانتهاء، لكن أستاذة سامية، مؤتمر أصدقاء السودان اللي انعقد في اليومين الماضيين بالتأكيد خرج بنتائج يعني كبيرة جدا، ونتائج إيجابية تحدث الجميع عنها، يعني في عجالة، ما هو الأثر السياسي والاقتصادي المتوقع لهذا المؤتمر؟ طيب يعني يمكن من الملاحظ انه السيد رئيس الوزراء ما تعرض له في خطابه الان، وانا بعتقد يعني دي نقطه تحسب له، لانه الان نحن بصدد يعني شيء داخلي، يعني الان نتحدث فيما بيناتنا، لم يشاء ان يدخل او يقحم يعني النجاح تم تحقيقه يعني في اليومين الفاتوا بسبب مؤتمر أصدقاء السودان. لكن أنا أنظر لمؤتمر أصدقاء السودان ليس من منظور مالي، مش لأنه إحنا يعني مستغنين، لكن أنظر إليها كأوبة حميدة للسودان للمجتمع الدولي، إنه عدد يعني 40 أكثر من 40 رئيس دولة أو مؤسسة يعني يتواجدوا إسفيريا في نفس الوقت في مكان لمدة زمنية طويلة زي دي، هم عشان يعني يبدوا استعدادهم ويرحبوا مجددا بعودة السودان، يعني دي في حد ذاتها يعني تسوى أضعاف المبالغ المالية اللي تم التبرع بها أو المشاركة بها. دي مسألة يعني نحن بنأمل إنه يعني يتخلق جهاز يقوم على يعني رصد، يعني احنا بنسميه في عالم المجتمع المدني المونيتورينج اند ايفالويشن، يعني يرصد هذه المبالغ سواء كانت جايه في شكل مشاريع او في شكل نقد، ويعني ماشيه وين، وهل مشت محلها، والزمن يعني المرصود لان المشاريع دي تنفذ، ويتم عكسها للشارع السوداني. يعني احنا الموضوع بتاع الشفافيه والمشاركه والقياده التشاركيه دي حاجه مهمه لازم تكون موجوده. في كلام كان قاله برضو الخطاب يعني في انه في قرارات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه، يعني الشارع السوداني والشعب السوداني الان يعاني الامرين، من لم يكونوا في مستوى الثوره هم التجار الجشعين بأمانة، يعني أنا يعني بشجب يعني السلوك الجشع لرفع الأسعار بصورة غير مبررة ولمحاولة الاقتناء من الوضع الكارثي الموجود فيه والشعب السوداني. أنا بعتقد يعني القرارات الاقتصادية اللي إحنا بنأمل الشارع السوداني بيأمل يشوفها إنه يتضع يعني هيبة الدولة تكون موجودة في الأسواق، لأنه يعني حتكون كل القرارات الخاصة برفع الأجور وبتحسين الأوضاع للموظفين وللقطاع العام والقطاع الخاص يعني لابد أن يجاري هذه المسألة، يعني ستروح أدراج الرياح إن لم يتم التحكم في السوق. فيعني أنا يعني بأمل إنه القرارات الموجعة دي، لأنه الحذر إنه ناخذ الناس تاخذ حذرها منها، لازم تكون هي تحكم قوي شديد، وكل العالم اللي حصلت فيه ثورات يعني السوق حصلت فيه إشكاليات، لكن الدولة لازم تفرض وجودها في الأسواق وتفرض التسعيرة، ويكون في يعني شرطة مخصوصة للأسعار. نعم. ويعني يتعامل مع الموضوع ده بالحزم اللازم يعني. نعم.
شكرا الأستاذة سامية الهاشمي المحامية والناشطة الحقوقية، شكرا أيضا للأستاذ فريد إدريس كلان المهتم بالشان السياسي. يعني بصحبتكم وقفنا عند خطاب السيد رئيس الوزراء للأمة السودانية بمناسبة ذكرى 30 من يونيو. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا عبر هذا اللقاء الخاص. هذه تحياتي لكم وتحيا فريق العمل، إلى اللقاء.